الشخصية غني عن التعريف، مدرب له باع طويل في مجال التدريب، مدرب سواء عمل كثير يحمل طبعا شهادة برو الاتحاد الاوروبي وهو اعلى الشهادات التدريبية، ايضا سوني رامون عمل مع العديد من الاندية الاسبانية الشهيرة. ماضية عندما جلست مع هنا وأعضاء مجلس الإدارة تنقل لمناطق الجبل وبنغازي وجابية. الآن إن شاء الله بعد المرحلة اللي هو المهمة اللي هو ماشي فيها مع المدرب كلمنتي حيتنقل للمناطق الوسطى، ثم يتنقل للجنوب، ثم يتنقل للمنطقة الغربية أو كل مناطق ليبيا بدون استثناء، ويضع خطة كاملة. اتفقنا أنه حيضع خطة كاملة مبنية على الأسس الصحيحة، وحيكون متواجد في هذه الخطة كل المدربين والخبرات السابقة. يعني أنا ما نلومش على المدرب الليبي في الفترة الماضية، وعلى كل حتى ممكن حتى غياب حتى الإعلاميين على مستوى العالم لظروف ليبيا، يعني لظروف اللي حدثت معنا. إن شاء الله نتمنى الأمن والأمان والراحة لليبيا، إن شاء الله نتمنى التوفيق له، نتمنىكم تساعدوه، نتمنى المدربين يساعدوه. الحقيقة دار جلسات طيبة جدا جدا. نكرر لكم الشكر باسمي شخصيا وباسم أعضاء مجلس الإدارة بالكامل كرة القدم. أتمنىكم تكونوا دائما تصبروا علينا شويه وتكونوا موجودين معنا. احنا موجودين للنقد والاجبه على الاسئله، لكن النقد اللي يكون بناء لنستفيدوا منه نحن معاكم. وعندنا حتى ان شاء الله جلسه قريبه حتكون او زي الدوره الدائريه، سواء يكون على منطقتين شرقيه وغربيه او تكون على مستوى ليبيا مع الاعلاميين اللي نسقوا فيها الان، حيتون ترتيبها عن طريق خوي زين والاخوه الاعلاميين. فنحن حنكون قريب منكم جدا جدا، خاصه في الناس اللي تنقد النقد البناء، يعني وخاصة الإعلامي بمعنى الإعلامي، مش الإعلامي اللي هو اللي في التواصل الاجتماعي وهذا الموضوع الأحداث اللي تصير، لا الإعلامي اللي زي الأخوة المحترمين اللي موجودين أمامنا الآن وكل الأخوة الإعلاميين المحترمين على مستوى ليبيا بالكامل، كل الإعلاميين يعني. فنحن رانا جزء منكم حتى النقد، لأن نحن بدون الإعدام وبدون النقد. وأنا حتى تكلمت معه قلت له لابد يكونوا حتى الإعلاميين، لأن طبعا الإعلامي القريب في الجبل الأخضر والإعلامي القريب في بنغازي ولا جابية ولا جنوب سبها ومصراتة ولا طرابلس بالتأكيد عنده فكرة في الفترة الماضية على بعض اللاعبين، عنده فكرة على بعض المدربين، عنده فكرة على بعض الأندية. وأنا دائما نأكد أن في بعض الأحيان نضع في اللوم على الأندية، نقول لهم يا ناس ترى اللاعب البداية متاعه بدأ في نادي، يعني اللي رباه نادي لما يبدأ في براعم ولا يبدأ في أمال ولا في أواسط ولا في شباب جاء من نادي. يعني إحنا كاتحاد كورة ما خذيناش لاعب، إحنا اللي جهزناه من فئة البراعم ومن فئة الأمال ومن فئة الأواسط. فالنادي له دور كبير في الموضوع هذا، وهذا هو بيركز حتى على مدربين النوادي، بالتأكيد يركز حتى على مدربين النوادي من البداية، يعني يبدأ من القاعدة. بالتأكيد هو قال لك بدري أنا نقيم وين وصلت في المية، يعني يقولوا والله الكرة الليبية في الفئات السنية واصلة 40% و50، هذا يقيمها هو فنيا مع الطواقم اللي تكون موجودة معه. وأكدت عليه أنا في الاجتماع اللي معه لابد من الاستفادة من مدربينا، لابد أن مدربينا يستفادوا من خبرته صراحة، لابد يكونوا موجودين. كذلك عندنا أشياء إن شاء الله حندرسها مع أخوتي أعضاء مجلس الإدارة في إعادة الدورات والتأهيل برا. إحنا متفقين معها، كانت في اتفاقية سابقة للاتحاد السابق، في اتفاقية مع مدام أكاديمية خاصة في إسبانيا. الآن نبي نعيد النظر في أن نحن لابد أن بنفتح هذا الموضوع من جديد، يعني إحنا تبعدنا والآن لابد أن نرجع على الخط الصحيح، حتى لو نرجع على السكة الصح. أكيد راه أخوتي مازلت نأكد لكم صبركم علينا شوية في بعض الأمور، يعني متقبلين النقد ومتقبلين كل شيء ومتقبلين، ولكن رانا ليبيين. حتى لما يخفق منتخب ولا يخفق فريق رانا نتأثروا زي ما أنتوا تأثروا، كلنا ليبيين وكلنا من أرض واحدة وكلنا من أم واحدة، يعني دمنا واحد من رأس الجيل المساعد. فنحن حتى نحن رانا نتأثر، رانا بشر، يعني ما أنا جايين نبون نخربوا ولا جايين نبون نعطلوا ولا جايين نبون نفشلوا، لكن الصبر معنا شوية في بعض الأمور، مساعدتنا في بعض الأمور، أنقدونا نجلس معكم. تفضل النقد مفتوح، لكن ارجوكم يعني رجاء خاص يكون النقد بناء فقط، لا ما نطلبش اكثر منك سواليه ولا اعضاء مجلس الاداره اخوتي اللي معي، يعني ما نبيش الامور تخرج خارج مسارها، بس هذا لا اكثر ولا اقل. لكن في النهايه رانا منكم ولكم، وفي النهايه عندنا طموح ان نديروا شيء حنتركوه. حتى هذا الليبي مر عليه 30 رئيس ولا 40 رئيس ومضوا عليه 100 عضو ولا 1000 عضو، بالتاكيد حنتركوه، حيجي يوم نتركوه. بالتاكيد كل واحد بيترك سمعه طيبه، بيترك تاريخ طيب، دار تاريخ في تحكيم ولا لاعب ولا مدرب ولا إداري ولا كان رئيس نادي، سواء من رئيس ولا أعضاء ولا نواب، فبالتأكيد بيترك شيء طيب، ما هوش يبي يطلع بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ويقولوا فلان دمر ولا خرب. بالتأكيد كل واحد يهم مصر. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالتوفيق للسيد رمون، إن شاء الله بالتوفيق للأخوة أعضاء مجلس إدارة. شكرا لكل من ساعد
حقيقة سواء في تنظيم هذا المؤتمر على رأسهم الأخوة الإعلاميين الموجودين بالكامل من بيش حتى أسم بدون أسم، وشكرا حتى للأخوة المنظمين الحقيقة اللي بدأ من خلالكم أني نشكرهم لمباراة القابون اللي هي إن شاء الله تكون بكرة، إن شاء الله ربي يوفق منتخبنا. حقيقة نحن حنترك المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب يخصه هو أمور فنية ومفتوح النقاش بالكامل، وإذا كان حتى في أسئلة حتى بدون إحراج له هو حتى حلو نخرجوا، هل الاتحاد الليبي مقصر ولا ما قصرش، هل الاتحاد الليبي قدم ولا ما قدمش، رجاء يعني رجاء احنا ما نبغيش نشكر ارواحنا، هذا حق وهذا شغلنا اصلا هو شغلنا، لكن اذا كان في تقصير لابد يبان، احنا نقول لهم دائما. فنتمنى منكم اخوتي الاعلاميين حتى مع المدرب ويسمع فيا، نتمنى منكم تكون الاسئله واضحه، كل شيء يسالوا عليه من بدايه التعاقد معهم، من المعسكر من المعسكرات، ما يدور راه في التواصل وما يدور من فتن وما يدور من كلام، راه كله كلام مو صح. احنا التقارير اللي عندنا من مدير المنتخب، التقارير اللي عندنا من اعضاء مجلس الاداره اللي كانوا موجودين مع المنتخب، التقارير اللي عندنا من المدرب بدري كنت جالس معاه ولازال عندنا جلسات معاه، ان الامور مشات على احسن مراه بالتاكيد مش 100% كمال لله، ولكن انا اتمناكم ان تسرعوا كل صغيره كبيره، واذا كان في تقصير من اتحاد الكره احنا موجودين، موجود معكم ان شاء الله حتى الساعه 1 ولا 2 في الليل، اي مؤتمر ولا لقاء موجود وقولوا لنا في وجوهنا، ما نتكلموش في الخلف، ما نتكلموش في التواصل، خلونا نكونوا واضحين على الطاوله، خلونا نحكوا بصراحه، خلونا نكونوا كل شيء نحكوه، ما نخبوش شيء، من 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 ما نعرقلوش شيء، احنا منتخبنا يلعب بكره قلوبنا معاه وروحنا معاه وحاولنا بقدر ما نستطيع، بالتاكيد راهو في بعض الاشياء ولكن حاولنا بقدر ما نستطيع ان نحن نكفوا معاه بالكامل، سواء اعضاء مجلس اداره رئيسا واعضاء ونواب، سواء الاخوه في مدينه بنغازي اللي الحقيقه استضافت المباراه الاولى وكانت مفاجاه وما نبغوش نتكلموا عليها في مباراه تونس لظروف كثيره، التنظيم الحمد لله سواء من اتحاد فرعي ولا رابط بنغازي على راس اشخاص، انا حتى ما نبيش نذكر اشخاص ما نطولش الحديث، التنظيم الفني والتقني والبطاقات والاعداد والامور الفنيه الخاصه بالضيوف والحكام والمدرب والمراقبين الفنيين، كل شيء الحمد لله الامور مشات منظمه على راس اشخاص قدموا حتعرفوهم يوما ما من خلال عملهم ومن خلال التنظيم، انا مانيش جاي نمدح تو ونشكر كل اللي اشتغلوا، ولكن حيبان لكم الشغل والنظام، رانا نحن بدون جنحان ما نشتغلوش، هم الجنحان وهم القاعده اصلا، شكرا لكم بارك الله فيكم، بالتوفيق للسيد ريمون، بالتوفيق للمدرب والخبير كليمنتي، بالتوفيق والشكر لكم كأخوة عالمين وكل الأخوة الضيوف اللي موجودين، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يا رب نلتقوا بعد المباراة بفرحة، إن شاء الله يا رب دعواتكم معنا لمنتخبنا اللي نحن أخفقنا واجد، بالتأكيد خلينا نكون واضحين، إحنا عندنا طموح أن نوصل كأس العالم، عندنا طموح أن كذا، ولكن مرينا بظروف ما نبيش نبرر، لكن عندنا طموح وعندنا أمل أن نحقق نتائج طيبة رغم مجموعتنا، ولكن مع هذا ما نتهربوش من مسؤولية أن نحقق نتائج طيبة، وممكن ما تقول يعني مش كبيرة على فريق صارت في بطولة أوروبا مع اليونان وغيره، وأنتم تتبعوا أكثر مني في الإعلام، هذه كرة قدم اللي يجتهد فيها بالتأكيد واللي يعرق فيها ويعطي فيها بالتأكيد حياخذ الجائزة متاعه اللي هو الفوز. شكرا لكم وإن شاء الله ديما طيبين وكل سنة وطيب. شكرا للسيد الحكيم الشناوي رئيس اتحاد الكرة القدم، شكرا للسيد ألف مبروك هذا التعاقد.